طبعا دور المجتمع المدني في الآونة الأخيرة صار يلعب دور كتير فعال، سواء في على المستوى إقليمي أو على مستوى وطني. والأردن طبعا من البلاد اللي ما تجاهلت هاي النقطة، وكانت من الدول اللي تداركت موضوع التغيرات هاي واهتمت في المجتمع المدني في الآونة الأخيرة ودورها، وصار في تفعيل لهذه المؤسسات في دورها في المجتمع المدني في بناء شباب واعي ومتعلم ويكون مبادر في مجتمعه. فصار في توعية أكثر على الحقوق المواطن، على المواطن الفاعلة، صار في أكثر توعية في المحافظات عن دور الشباب في مجتمعهم وعلى المشاركة الاجتماعية والسياسية في الأردن. وطبعا احنا هنا كمان في الشبكة الوطنية الأردنية كمان عملنا كتير من البرامج على المواطن الفاعلة، اشتغلنا عليها سواء في العمل المشترك في الشبكة، صار في تدريب للشباب على المواطن الفاعلة على المحافظات، وأيضا قمنا في مع بالتعاون مع برنامج دورك أيضا في عدة نشاطات، منها كانت في البحر الميت في نشاط كان امتد على عدة أيام، وكان في لقاء بين الشباب المجتمع المدني في الأردن وفي لبنان، وتمكننا فيه بالخروج بأوراق عمل وبشركات بينهم وفي مشاريع بتخدم سواء المجتمع داخل الأردن وفي خارجه يعني مع لبنان. وأيضا الآن إحنا عم نخطط لنشاط آخر أو لنشاط تدريبي رح يكون في هناك بناء للقدرات لشباب على مستوى أوسع على البلاد العربية الموجودة على شبكة الأنالند، وسوف نقوم بإقامة هذا النشاط في أول شهر مارس، ورح نجمع فيه شباب حول موضوع الثقافة والفنون. وإحنا بالأردن كتير فخورين في هذا الإشي اللي تمكننا إنه نشتغل على أفقين، يعني عمودي وهوريزونتال وفيرتيكال، اللي هو على مستوى وطني وامتدنا منه برضو على مستوى عربي إقليمي، وأيضا كمان صار في شركات مع الشبكات الأخرى في أوروبا وأوروبا الشرقية أيضا، عمالنا نخطط لنشاطات أيضا مشتركة، ونتمنى يكون هذا العمل يخدمنا كمواطنين، يخدم الرغبات والأفكار اللي عندنا والأهداف اللي إحنا حابين نحققها بالنسبة لخلق مجتمع يكون أفضل ومجتمع يكون فيه هناك مستقبل أفضل للوطن كله.